To start off our conference, we'd like to welcome Dr. Shireen Mehdi, our wonderful professor of forensics and toxicology, and Asghar Aini, but of course, the YF is the Athletic Club supervisor. We are most honored to have her here today, so please welcome Dr. Shireen Mehdi. هيعمل ايه مستقبله ان شاء الله هيوصل لفين هيحدده ازاي
أتمنى الهدف الثاني والهدف الأهم إن إحنا نحقق كلمة التايتل بتاع الأسرة وعي المستقبل. يمكن أنا بدأتها من سنين طلبة صراحة طلبة أفاضل برضو ساعدوني إن إحنا بقينا ننشر الوعي ما بين المجتمع. كل واحد كان مسؤول إنه يدي وعي لجيرانه. بدأنا بإن كل طالبة أو كل طالب يدي وعي لجيرانه ويخبط على جاره ويبتدي يوعيه من حس إيه؟ إحنا معلش تعالوا نتكلم في الحاجة اللي بنفهمها، إحنا مش بنفهم في السياسة. وحتى لو بنفهم في السياسة ما إحناش درسنا، فخلينا نتكلم في الحاجة اللي درسنا. الوعي بتاعنا لازم نوعي الناس من الناحية الصحية والطبية، دي أهم حاجة في الدنيا، إنك أنت تخلي شعب مثقف عارف كان أنا بتكلم على شخصية أنا طب شعري في الجمهور، مجرد إن حضرتك تخبطي على بطنك وتقولي لها ما تنيميش الطفل على بطنه، يبقى أنت ممكن تكوني أنقذتي طفل كان ممكن يموت، يبقى إحنا ده هدفنا. لو خبطتي على جارتك وقلت لها لو سمحتي ما تفتحيش الدفايه وانت نايمه بالليل والشبابيك مقفوله اللي ممكن يحصل اختناق وتدي لها وعي، يبقى انت اديتيها وعي. لو حضرتك قلت لها الوعي ان لازم كل واحد سواء صغير او كبير يشرب كوبايه لبن عشان بيمنع التلوث ويمنع ترسيب اللد، يمكن انا بتكلم عن الحاجات اللي هي تفصلي التوكسيكولوجي في فرنسا، لكن انا نفسي يا اولاد انت لو كنت بتدرس دلوقتي في خمسه عرفت حاجه في الجاينا في الاوبستاتيك تعالوا الهنا، عرفت حاجه في الاطفال اللي هو وعي المجتمع. احنا مش بنتكلم باللغه ميديكال، مش هخبط عليها واقول لها الانستنس والهيستوري، لا احنا عايزين نتكلم ان احنا نبتدي نعمل حمله من المؤتمر ان شاء الله هنطلع بهدف ان احنا نعمل حمله اسمها توعيه المجتمع المصري. توعيه المجتمع المصري من نواحي كتيره جدا جدا ممكن حضرتك انك تكوني السبب في ان الطفل اللي قاعد بليل في المدرسه بقى بنظام غذائي سليم او بنظام معين انه هيبتدي الاي كيو بتاعه يرتفع ويبقى طفل مجتهد. يبقى دي الفكره بتاعتنا ان احنا نوظف المعلومات الطبيه لخدمه المجتمع. يعني بمعنى اخر بريفنشن، والبريفنشن اهم من التريتمنت مليون مره. فان شاء الرحمن انا اتمنى ده الهدفين. فلو اخر المؤتمر وصلنا لحضرتك عرفت ان شاء الرحمن تحقق انا ارى ما اريد، يبقى ان شاء الرحمن نكون نجحنا. لو تاني حاجه اشتركت معانا وسجلت اسمك معانا ان احنا نعمل حمله توعيه ومش هنتعبك، هيبقى في جيرانك العماره بتاعتك، يبقى ان شاء الرحمن برضو كسبنا باذن واحد اهو ان شاء الله مجتمع واعي، وهو ده هدف الاسره. ومش عايزه اطول عليكم واشكركم واتمنى انكم تقضوا معانا يوم ان شاء الله موفق باذن الله.